عليكم رحمة الله. لقد كان للخطاب الديني للدعاة والوعاظ والخطباء وأهل الفتوى دور بارز في مساندة الثورة الليبية، بل كان سبباً في ثباتها إلى حين إسقاط النظام، باستثناء تيار من تيار سند النظام ضد الثورة في غرب البلاد مجرماً معارضته السلمية فضلاً عن رفع السلاح في وجهه، غير أنه اليوم يشرعن القتال لمخالفيه تحت راية الانقلاب. ولأن كل مكونات وروافد الثورة كانت في أحسن مستواها زمن الثورة ولم تعد اليوم كذلك، لم يكن الخطاب الديني استثناء من هذا التصور بل وهذا الفتور بحسب منتقديه. الخطاب الديني ومواجهة تحديات الوطن بعد الثورة هو عنوان حلقتنا هذا المساء من برنامج كلمة سواء، ويسعدنا أن يكون ضيفنا في هذا الحوار الكاتب والباحث الأكاديمي الدكتور علي السباعي. جزاء دكتور، أهلا بك مرة أخرى معنا. أهلا وسهلا بك يا سادة. لعلنا نبدأ بالمقصود بالخطاب الديني حتى قبل أن نتحدث عن دوره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو الحقيقة الخطاب الديني كالخطاب العلماني كالخطاب الاشتراكي كالخطاب الإلحادي هكذا، يعني هي المرجعية التي يرجع إليها هذا الخطاب. فلما نقول الخطاب الديني، إذا كان المقصود به، مع أني متحفظ على هذه اللفظة تحديدا الخطاب الديني، إلا أننا وأظنك تقصد الخطاب الإسلامي على وجه التحديد هنا. الخطاب الإسلامي أو الخطاب الديني المراد هنا هو ما كان مرجعيته الكتاب والسنة، وهذا يتمثل في خطب الجمعة، في البرامج الواعظة، المواعظ، في يعني في الندوات، في المؤتمرات، إلى غير ذلك. لكن لما يكون الخطاب مرجعيته دينية فيقال عنه خطاب ديني، وكذلك لما يكون الخطاب مرجعيته فصل الديني على الحياة يقال عنه خطاب علماني، وهكذا. يعني إذا تصورنا أن الخطاب الديني قد يكون خطابا نصرانيا وقد يكون خطابا يهوديا وقد يكون خطابا إسلاميا، هنا من كانت مرجعيته الدين في نقطة انطلاقه للحديث هو خطاب ديني. خطاب ديني، نعم. هناك إشكال أورد، نعم. يعني هذا قضية الخطاب الديني، هو حدثت يعني معركة إن صح التعبير أو صراعا فكريا كبيرا في أوروبا، فتم تحديد هذه المحددات، الخطاب الديني والخطاب اللاديني والخطاب العلماني ونحو ذلك. فحصر الدين في الكنيسة، فصار الخطاب الديني محصور في الكنيسة. طيب، نعم. فهذا هو. فإذا أردنا نقول الخطاب الإسلامي فنحن لا نستثني شيء، ليس الخطاب الإسلامي ليس المقصود به المسجد فقط أو الأوقاف أو نحو ذلك، فالخطاب الإسلامي يشمل الحياة كافة، ولعله يأتي تفصيله. طيب، لو تحدثنا عن الآن عن المخولين بهذا الخطاب، من الذي لهم الحق في أن يوجهوا الناس بالخطاب الديني أو الخطاب الإسلامي في أمة الإسلام؟ إذا أردنا أن نحدد هذا، فلعل قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فهذا الحديث قد يحدد معالم هؤلاء المتخصصين. نحن الآن ليس عندنا طبقة دين أو رجال دين أو نحو ذلك، نحن عندنا متخصصون في العلم الشرعي، وعندنا كل مسلم هو مخول بالتبليغ، لكن هذا التبليغ منقسم إلى قسمين، قسم ما هو معلوم من الدين بالضرورة، يعني أنت لما تأتي اليوم وتقول لجارك اتق الله تعالى إلى المسجد فصلي معنا، هذا خطاب ديني وهذا توجيه ديني، لكنه لا يحتاج إلى علم ولا معرفة، لأن الذي توجهه القضية التي توجهه من أجلها هي قضية واضحة يعرفها الكبير والصغير، الحجاب، حرمة الخمر، حرمة الزنا، حرمة الربا، هذه القضايا يبلغها كل مسلم. لكن القضايا والنوازل ودقائق العلم هذه تحتاج إلى متخصصين وليس رجال دين. متخصصين المقصود منهم العلماء الذين تضلعوا في علوم الكتاب والسنة، العلماء الذين تضلعوا وبلغوا درجة الاجتهاد والنظر في مآلات الأمور. لأن القضية الخطاب الديني ليس، وهذا إشكال كبير الآن في الخطاب الديني اليوم في في في, في بلادنا وفي غير بلادنا، أن كثير من الناس يفتح القرآن أو يفتح السنة ويرى حديثا هنا ويرى آية هناك ويرى قولا لعالم هنا فيقول هذا حلال وهذا حرام، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. وهذه يعني قد دقائق العلم حتى في 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 علوم الدنيا مثل الطب والهندسة لا يؤخذ بمثل هذه الطريقة العشوائية، إنما العلم يؤخذ بمنهجية جعلها العلماء أفنوا أعمارهم فيها حتى صارت منهجية واضحة ظاهرة، يعني من سلكها صار عالما مجتهدا يشهد له أقرانه بهذا، وتشهد له الهيئات والروابط بأنه عالم متضلع في العلم، ويؤخذ عنه وينقل عنه العلم بمنهجية واضحة ثابتة. أما العلوم المتفرقة كما ذكرت قبل قليل، يعني التي معلومة من الدين بالضرورة كحرمة الأشياء المحرمات والواجبات والفرائض ونحو ذلك، هذه يبلغها كل مسلم يعلم أنها حلال أو أنها حرام أو أنها مباحة ونحو ذلك. طيب، هل نوع هذا المصطلح هو بدعة على هذه الأمة بالذات؟
انك قارنت منذ قليل الصراع الكنسي في اوروبا في القرون الوسطى، فهل هذا المصطلح الخطاب الديني دخيل على هذه الامه هذا المصطلح؟ نعم، اذا اردنا ان ندقق فهي القضيه تكمن في انهيار التحاكم إلى دين الله والانقياد له منذ أن سقطت دولة الخلافة الإسلامية وعلى بلاد الإسلام قوانين الفرنجة وثقافة الغرب. عند ذلك ظهرت هذه المصطلحات وهي مستوردة من الغرب، وإلا في العصور الأولى التي كان فيها الإسلام ظاهرا لا يقال هذا خطاب ديني وهذا خطاب عصراني أو هذا خطاب تنويري ونحو ذلك. كان المسلم في كل شأن من شؤون حياته يريد أن يعرف حكم الله في كل شيء. نعم. في كل شيء، فهو لا يقول خطاب ديني ونحو ذلك. فالدين الكتاب والسنة والخطاب الديني موجود في حياة المسلم في كل شأن من شؤون حياته، ليس كحالنا اليوم في خطبة الجمعة أو في الموعظة التي تلي الجنازة أو نحو ذلك. فهذا المصطلح هو دخيل إذا نظرنا إليه بمفهومه ويعني محتواه الذي جاء به من أوروبا فهو دخيل، لأن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في زمن العصور المستنيرة التي كان الإسلام ظاهرا لم يكن يعني يحتاج إلى مثل هذه المصطلحات، هذا خطاب ديني وهذا خطاب نحو ذلك. نعم. فالدين مهيمن على كل حياة المسلمين في حروبهم وفي طيب. قضائهم وفي حلالهم وحرامهم ونحو ذلك. سنأتي على هذا الموضوع، لكن هل هذا الخطاب ذو نمط واحد أم أنه ذات أنماط مختلفة خاصة في القطر الواحد؟ تقصد الخطاب الديني؟ طبيعة الحال هذا بحر لا ساحل له، اليوم الاختلاف يكاد يكون يكاد يكون حتى في المؤسسة الواحدة، يكاد يكون الاختلاف من سلبيات إن صح التعبير الخطاب الديني أنه متفرق وأنه يعني مصادره شتى. اليوم في ليبيا الفتوى عامتها تأتي من الشرق، الشرق الإسلامي، سواء كان من بلاد العراق أو الشام، وأخص هنا التيار الجهادي إن صح التعبير، أو من السعودية لتيار يعرف بالتيار السلفي وله نمط معين، لا أريد أن أطلق عليه لفظ معين يعني الذي يريد لا يريد أن يتقدم أو يتأخر أو يقوم بعمل إلا ما يعرف أقوال العلماء المتواجدون سواء كانوا في شرق اللي هو في السعودية أو في بلاد الشام وما جاورها، هذا التيار الجهادي وتيار وكذلك حتى تيارات أخرى من مصر وغير ذلك. فهذه الاختلافات في المرجعيات الفكرية تسبب اختلافا كبيرا في بلادنا من حيث التعاطي مع هذا الخطاب. أليس غريب جدا أنك لم تتحدث عن المؤسسة الدينية في ليبيا دار الفتوى بالذات وأن لها خطابا دينيا؟ أنا الحقيقة هذا هو الخطاب المعتدل الذي أعنيه وتبناه وأرى نفسي أني هو جزء مني وأنا جزء منه، لذلك لم أتكلم عنه. أنت تكلمت عن الاختلاف، أنت سألت عن الاختلاف فأنا تكلمت عن دواعي الاختلاف، وإلا الأصل الذي يعني يرجع إليه الليبيين عامتهم هو دار الإفتاء، لأننا نوقن ونعتقد أن العلماء القائمين على دار الإفتاء بما فيها مفتي طيب. غيره يعني ممن يمثلون الوسطية ومن يمثلون طيب. على ذكر التفرق، ألا ترى أن ظاهرة الاختلاف في الخطاب الديني هي ظاهرة قديمة؟ هو لا شك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح تفترق الأمم السابقة اليهود والنصارى على كذا فرقة، وتختلف أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. هذا الاختلاف موجود، والاختلاف ليس في مرجعية الكتاب والسنة، إنما الاختلاف في أهواء الناس وضيق أفقهم، وللاختلاف أسباب كثيرة جدا، لكن الاختلاف قديم بسبب الناس وبسبب بعض من ينتسب إلى العلم ونحو ذلك. فالأسباب الخلاف كثيرة، وأظن ليس موطن تناولها في هذا الحلقة المنزل. طيب، هل يصح أن نقسم الخطاب الديني إلى منزل ومؤول ومبدل على غرار الشرع؟ والله إذا هو الخطاب الديني كما ذكرت قبل قليل، الخطاب الديني أصوله واحدة. أما أصول الخطاب الديني هي الكتاب والسنة والقياس والإجماع ونحو هذه أصول الخطاب الديني. فكل من استقى من هذا المصدر المعين فهو خطابا دينيا صحيحا يمثل الشريعة التي جاءت بها النبي صلى الله عليه وسلم. أي انحراف في هذه المعطيات أو قصور في هذا التعاطي يصبح يعني خطابا دينيا مشوها، وهذا درجة التشويه قد تنقله حتى إلى الكفر والعياذ بالله، وتنقله إلى البدعة، وتنقله إلى الانحراف الجزئي وانحراف الكامل ونحو ذلك. طيب، من جهة أخرى، الفرق بين النص الديني والخطاب الديني هل هما واحد أم مختلفان؟ لا، هناك فرق. النص الديني هذا شيئا مقدسا، يعني إذا سمعت قول الله في أي آية يحرم شيئا أو يحلل، هذا نصا دينيا مقدسا
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن الخطاب الديني هو أن يأتي عالم أو شبه عالم أو طالب علم يقرأ هذا النص ثم يبلغه للناس بفهمه، فقد يكون هذا الخطاب مخطئا وقد يكون مصيبا للحق. فهذا الفرق بين هذه وتلك. النصوص الكتابي والسنة هذه مقدسة، وهذا نصا مقدسا. أما الخطاب الديني فليس كذلك، فلك أن تراجع العالم وأن تسأله، وربما يكون العالم يقع في خطأ أو في زلة أو في كذا. لعل هذا ما أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية بمقصود الشرع المؤول، عندما يأخذ عالم النص ويؤوله كما يشاء ويفهمه كما يشاء ثم يبثه للناس. ربما الذي نريد أن نقوله للناس اليوم أن الخطيب الذي يصعد المنبر إذا تحرى الحق فهو مصيب مجتهد مصيب، له أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد إذا كان علمنا من حاله أنه عنده يعني أدوات الاجتهاد ونحو ذلك. لكن كلامه إذا كان الإنسان ارتابه شيء فليس كلامه مقدسا، يعني كلام الخطيب ليس مقدسا حتى لو استدل بالآيات والأحاديث، حتى لو قال قال الله قال رسوله فقال الله هذه صحيحة، لكن هل الفهم الصحيح هل نزلها على واقع صحيح، هل فهم هذه الآية على فهم العلماء الأوائل، هذا بحث آخر. طيب ما هي الثوابت ومتغيرات الخطاب الديني؟ الثوابت كما ذكرنا قبل قليل، الثوابت هي الكتاب والسنة والإجماع ونحو ذلك، يعني هناك ثوابت معلومة من الدين بالضرورة، يعني توحيد الله والإيمان بالبعث وحرمة المحرمات ويعني الواجبات ونحو ذلك. لكن المتغيرات هو ما يجري في عالم الناس اليوم، خذ على سبيل المثال ثورة 17 فبراير، هذه ليست من الثوابت، قد يجتهد فيها الناس ويرى فيها الناس من المفاسد وفيها ما كذا، يعني ليست محل إجماع بحيث تصبح ثابت من التوابت لا يأتيها الباطل من بين يديه، ليست صنم من يعبد كما ذكرت أنت في صفحتك. نعم. فنقصد هذه لا يوالى عليها ولا يعاد، قد تجد عالما مبرزا ومجتهدا ولا يرى من الحكمة عدم مثلا الخروج على الحاكم في هذه المرحلة أو عدم استخدام السلاح أو كذا، هذه الأشياء تحتاج إلى الحوار على سبيل المثال، ما يجري الآن في الصخيرات وكذا ليست من التوابت، هي تحتاج إلى علماء كبار مجتهدون ينظرون في هذه القضية ويخرجون بحكم، وهذه ليست من مسائل، هذه إحدى المسائل التي ذكرتها قبل قليل. الحوار ليس كل مجتهدا يعني له أن يجتهد في هذه القضية، الحوار له أبعاد وله عمق وله تفريعات وله يعني ملابسات أخرى تؤثر في هذه القضية، ليس مجرد نحن نريد الوفاق الليبيين فعلينا أن نتحاور، ليس الأمر كذلك، هذه لها بعد كبير ولها يعني لها أبعاد تؤثر في الحوار ذاته. طيب ما هي متغيرات؟ تحدث أنت عن الثوابت الآن والأصول التي أرجعتنا إليها، لكن نريد قاعدة عامة في المتغيرات، متغيرات هذه الثوابت، متغيرات الخطاب الديني. نعم، الخطاب الديني هو يرتكز على الركائز التي ذكرناها، لكن المتغيرات التي تؤثر في الخطاب الديني الواقع أحيانا، يعني على سبيل المثال الخروج على القذافي في سنة في منتصف التسعينات أو قبله أو بعده، هذا يؤثر، يعني هو القذافي هو القذافي ونظامه هو نظام، لم يتغير فيه حكم شيء، لكن هنا لما قامت ثورة 17 وقعت متغيرات، فلذلك الآن كثير من العلماء حرم الخروج على القذافي في منتصف التسعينات مثلا أو قبله حينما خرجت بعض الجماعات على القذافي وأباحته في 17 فبراير. ليش؟ ما هو الذي وقع؟ الذي وقع أن, أن, أن في تلك الفترة كانت القوة كلها والمنع عند القذافي، وإذا خرج بعض الشباب لمناجزته ربما يقوم بقتل أبرياء، لكن هذه العلة ذاتها في 17 فبراير لم منتفية، لأن القذافي فتح النار على الأبرياء أصلا في بنغازي، فتح النار وقال سأحول الليبيا إلى جمر، فانتهت المفسدة التي كان يخافها العلماء. هذه نقطة مهمة، سنأتي على هذا بعد أن نخرج إلى هذا الفاصل، لأن الوقت دهامنا، نستأذن كذلك أستاذ المشاهدين نخرج إلى هذا الفاصل الأول من بعده نواصل. أهلا بكم. الخطاب الديني ومواجهة تحديات الوطن بعد الثورة مع الدكتور علي السباعي الباحث والكاتب الأكاديمي. كنت تتحدث دكتور بعد إذنك عن مسألة الفرق بين الخطاب الديني الذي منع الخروج عن القذافي فترة التسعينات وأجازه بل أوجبه في 17 فبراير. هو الخطاب الديني أو الفتوى الدينية أو نحو ذلك، سميها ما شئت، لكن المعني هو تبليغ النصوص الكتاب والسنة أو حكم الله للناس. كما قال العلماء قديما الفتوى تتغير بالزمان والمكان، فحينما حرم العلماء الخروج على القذافي ليس
لمثلا في حكمه كونه خرج عن الملة أو مثلا يحارب الإسلام أو أنه قاهر لشعبه أو نحو ذلك، هذه كلها معروفة لدى العلماء. لكن العلة التي أوجب بها العلماء عدم الخروج على القذافي هي أن المفاسد التي ستقع لو أن مجموعة من الشباب قاموا بتغيير المنكر اللي هو إزالة نظام القذافي، فسيتعدى على حقوق الناس وعلى أعراضهم وعلى دمائهم وسيقتل ربما نصف الشعب. ما الذي وقع في 17 فبراير حتى أفتى الشيخ صادق والشيخ يوسف القرضاوي وغيره بخروج بوجوب الخروج على القذافي؟ لأن الذي كان يخشاه العلماء وقع، ألا وهو قتل المدنيين واستباحة الدماء. فلذلك لم يعد هناك مفسدة أكبر من هذه المفسدة، فخرج وأفتوا بخروج الناس كافة لإيقاف هذه الدماء. خاصة الناس خرجت قبل الفتوى، خرجت ليست قتال القذافي، خرجت تطالب بالحقوق. لكن القذافي أخرج لها الرشاشات والبنادق وقال اقتلوهم في، وبالتالي تغيرت الفتوى، تغيرت الفتوى لأن الدماء لأنه سيبيد الناس. طيب لماذا لم يغير من التيار الذي ساند القذافي في غرب البلاد، تيار من تيار سمناه بين الهلالين؟ لماذا لم يتغير خطابه الديني وفقا لما ذكرت أنت الآن من قواعد؟ أنا هذا أشرت قبل الفاصل إلى أن هذا التيار تحديدا يتلقى الفتوى من بضعة علماء موجودين في السعودية أو ربما من عالم. طيب هذا سميتهم علماء أو عالم؟ عالم، هو هذا ما لا يشك أحد في أنهم علماء هؤلاء الناس. لكن هؤلاء يرسلون من هنا إلى واقع معين إلى أولئك العلماء وينتظرون الرد. فأفتوا لهم بلزوم البيوت، وأفتوا لهم تارة بالوقوف مع القذافي ضد الخوارج والتكفيرين ونحو ذلك. فأحسن حال هؤلاء أنهم لزموا البيوت، وكل القتال الذي وقع في المدنيين ووقعت المفاسد الجمة لم يبالوا بها. لما وضعت الحرب أوزارها اليوم يقفون في الصف المعادي يعني تناقضهم تناقضا شديدا وكبيرا وواضحا وبينا. يعني هم لا يلتزمون بواقع معين، هم في بداية الثورة التزموا البيوت، والآن لما يقع القتال بين المسلمين أو بين التوار أو سميه ما شئت يخرجون ويصطفون في اصطفاف. هنا هؤلاء الحقيقة المتتبع لحالهم حيثما وجد التيار الإسلامي، غير جماعتهم هم كانوا هم في الصف المقابل له. تتبع هذه القضية ستجدها واضحة في قراراتهم كلها. نحن تحدثنا بحلقة الماضية عن مسألة التصنيف وتحدثنا عن الشباب وهذا الفكر. ما أو نسمع كثيرا حاليا دكتور بالدعوات إلى تجديد الخطاب الديني. أنا أسأل ما المقصود بتجديد الخطاب الديني؟ هو أستاذ مصطفى الحقيقة هذه المصطلحات أنا أسميها مصطلحات مفخخة، كالدعوة إلى محاربة الإرهاب والدعوة إلى الدين الإسلام الوسطي ونحو ذلك. نحن لابد أن ننظر إلى هذه المصطلحات ما المراد منها، لأن هناك من يطلقها ويريد بها سوء، يريد هدم الدين من أصله، كالذين يعني يتلقفون الحضارة. ما هذا أنا سأجيبك على ما المراد بالتجديد. لكن أنا حتى ذكرت أنت ذكرت أن هي قد تكون مفخخات، لكن البعض يجد لها سند في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجدد لها أمر دينها. سأتي لهذه هو هناك تجديد الخطاب الديني له مفهوم صحيح وشرعي، اللي هو نبدأ بالصحيح. تجديد الخطاب الديني هو الكتاب والسنة والمرجعية الإسلامية هي ثابتة لا تتغير، لكن معطيات العالم اليوم ليست كمعطياتها في عهد عمر بن عبد العزيز. اليوم يوجد متداخلات ويوجد يعني مؤسسات، ويكاد العالم كما قيل قرية واحدة. كل الثقافات اليوم متداخلة في خطابنا الديني. فأنت حينما تخاطبني على بالكتاب والسنة وكأنك في زمن عمر بن العزيز بعيدا عن هذه التقنيات وعن هذه الحضارة التي نراها اليوم ودخلت إلى بيوتنا وكذا، فقطع أنه سيتجاوز ذلك الزمن وستبقى خطابك مقيدا لا تستطيع أن تصل به إلا شريحة تكاد تكون محدودة جدا. فهنا حينما نقول تجديد الخطاب الديني، تجديد آليات الخطاب الديني بحيث يصل ويتعاطى مع المستجدات التي تقع في العالم اليوم. لكن الحلال حلال والحرام حرام، هو ثابت على وفق الثوابت الأولى لكن هناك شريحة تطلق هذه اللفظة تجديد الخطاب الديني وتراد به سوء، تراد به تغيير الدين، بحيث تصبح هذه الثوابت هي التي تلحق هذه الحضارة. التوابت هذه التي ثابتة في ديننا، وهذا يطلقها الحقيقة من تشرب الفكر الغربي ما يسمى اليوم بالليبراليين والعلبانيين، وهذا من رموزه أراكون والجابري وأبو زيد ونحوه. يعني تريد التبديل ليس التجديد. يريد تبديل، يراد تجديد الدين، تبديل الدين بحيث يصبح دينا يواكب الحضارة الغربية التي تجري اليوم هذه. هذا هو الفرق بين هذه وتلك. فنحن حينما نقول هل أنت مع تجديد الخطاب الديني، لابد أن نقف ما المقصود بالتجديد الديني. إذا كنت تجديد آليات الخطاب الديني ومعالجة مشكلات العصر فنحن معك، مع التوابت التي ثابتة اليوم. لكن لما تقول لي نريد تجديد الخطاب الديني أن نلغي توابتنا ونركض خلف الحضارة الغربية حتى نتكيف معها ونتلائم معها، فهذا مرفوض. طيب سأتحدث الآن عن تجديد المشروع، وأنتم كنخبة تجديد المشروع اللي ذكرته أول. وأنتم كنخبة أن تتصدرون الخطاب الإسلامي الديني، ما المقصود بتجديد الخطاب الإسلامي وخاصة بعد الثورة في ليبيا؟ لأن في ليبيا بالذات. نعم،
القاعدة التي ذكرتها قبل قليل هذه تستطيع أن تبني عليها في كل ما يتعلق بالمشاريع الإسلامية. ابني عليها في ليبيا. ابني عليها في ليبيا. تريد أن نتكلم عن الواقع الليبي؟ بطبيعة الحال هذا واقعنا. اليوم الواقع الليبي أو إن صح التعبير الخطاب الإسلامي في ليبيا منقسم انقساما كبيرا. لكن إذا أردت أن نأخذ مثلا الخطاب الوسطي المعتدل هو الذي أعتقده أنا هو ما تمثله دار الإفتاء. هذه هي أصابت أخطأت هذا موضوع ثاني. فقط هذا هو الخطاب الإسلامي الذي تراه في ليس فقط ما حام حوله. لكن لو أردت أن تأتي إلى خطاب الجهاد المتشدد صعب ما تمثله دولة ما يسمى بدولة الإسلام في الشام والعراق أو داعش أو نحو ذلك. هذا خطاب دعني أقول لك عنه شيئا. هذا خطاب جاء إلى نصوص الكتاب والسنة. الجهاد قتل الكفار الغلظة على الكافر إقامة الشريعة البراءة من الطاغوت والمرتدين ونحو ذلك. هذه أصول ثابتة. هذا الذي نتكلم جاء بهذه النصوص وأسقطها على واقع دخل فيه كثير من المسلمين ودخلت فيه أشياء كثيرة لم تكن في هذا معني بها هؤلاء الناس إطلاقا. هذا لو تركز في خطاب هؤلاء الجماعة ستجد عامة حد. إذا أردت استناداتهم ستجدها صحيحة إلى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال علماء ونحو ذلك. لكن لم تأتي إنزالها إلى الواقع لا يحكمون فيها قاعدة ولا يحكمون فيها مصلحة ولا يرون إلى واقع ولا يرون مآلات ونحو ذلك. وهذا ذكرته قبل قليل. أنا سأستوقفك الآن بما ذكرت تنظيم الدولة الإسلامية. شيخ عادل الكلباني وهو إمام الحرم المكي المشهور يعني تحدث في إحدى المقابلات وقال أن هذه النبتة هي نبتة سلفية يرجعون إلى كلامنا من كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. وكلام العلماء. نعم. وإلى مدرسة الإمام محمد الوهاب بالذات. فهل العلة في هذه المدرسة أو في كتب الأثر أم العلة في الإسقاط الذي ذكرته أم فيهما معا؟ أنا قبل أن أجيب عن هذا سأجيب بشيء أوسع من هذا. كل ما ينسب اليوم من قتل وإرهاب هو يعني الآن الغربيين ليس هذا الكلباني وغيره الغربيين يقولون الإرهابيين هم الذين يمثلون محمدا صلى الله عليه وسلم لأنهم يأخذون من القرآن الذي فيه القتل والتقطيع. هؤلاء ينظرون إلى الإسلام كاملا. لا أنا أريد أن أبطل هذا القول أنه إذا أنا ذهبت إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والله محمد بن عبد الوهاب فالعلة ليست في الكتب، العلة في فهمك أنت أخذتنا. إذا أردنا أن نعمل بهذه القاعدة فماذا تقول لمن يذهب إلى القرآن ويجد فيها اقتلوهم حيث ثقفتموهم ماشي وبعدت بين يدي الساعة بالسيف. نعم. وهذه قتول الضحاك. قتول الضحاك ونحو ذلك. فهل نقول أن المشكلة ليست في هؤلاء الشباب إنما المشكلة في الكتاب والسنة؟ لا يصح هذا القول. فهذا الذي يقوله الإمام الحرم أو نحوه هؤلاء علماء أفنوا حياتهم في العلم. فإن كانت عندهم أخطاء أو زلات أو شيء هذا لا يخلو منه سال. أما تقول لي منهجهم هو القتل أو منهجهم الإرهاب وهؤلاء الذين ينتسبون الدولة هم هؤلاء أئمتهم كذا فهذا كلام يعني قبل لأن قبل 40 عام أو 50 عام لأن السلفيين المعتدلين هم أيضا يرجعون إلى الكتاب والسنة وأقوال العلماء. قبل 40 أو 50 عام كان الأزاهرة وكان الأشاعرة من المغاربة بالذات يعني يتحدثون عن شدة وغلظة المدرسة النجدية. نعم. في ذاك الوقت بالذات. نعم. يعني نحن قرأنا هذا. ألا ترى أن هذه الشدة الآن وهذه الغلظة التي تحدث عنها هؤلاء المغاربة قد آتت أكلها اليوم في تنظيم مثل تنظيم الدولة وفي خطاب يتبنى خطاب تنظيم الدولة؟ أنا أطرح الموضوع على موضوعية ليس أتبنى هذا لا ولا هذا طبعا. لا تمام إذا أردت أن تتأمل وتقيم هذه المدرسة بإنصاف نحن خرجنا من الموضوع قليلا. لا هو خطابنا دكتور هذا متعلق بخطاب هذه تتبنى خطاب وهذه تتبنى خطاب. أنا أريد أن أخرج من دائرة الخطاب الديني. ما إذا أردت أن تقيم بهذه الطريقة لابد أن تنظر لهذه المدرسة ومخرجاتها كلها لا تأتي إلى نبتة هنا وتقول هذه هي المدرسة السلفية. المدرسة السلفية فيها علماء كبار قد أفنوا حياتهم في محاربة هذا الفكر المتطرف. فأنت لا تقول للمدرسة السلفية هذه مخرجاتها. أنا لم أقل شيء. أنا أقول القائل لأن لو أردنا أن نقول بهذا القول نقول أن هذه المدرسة أخرجت من دجن الناس للاستعمار مثل هذه المدارس دجنت للاستعمار. هو الحديث عن المدرسة النجدية بالذات أنا أكثر دقة معك المدرسة النجدية بالذات هو الحقيقة من باب الإنصاف في بعض كتب أهل العلم من نجد فيها شدة وفيها غلظة وفيها حتى يعني تجاوز للحد في بعض الأشياء لكن لا نقول المدرسة السلفية لا النجدية بالذات فيها حق وفيها باطل وفيها بعض الجزئيات فيها شدة وفيها تجاوز وانتقدها كثير من العلماء ممن تخرج من هذه المدرسة على وجه التحديد.
طيب أنا لما عندما جبت لك كلام الشيخ الكلباني لأنه ابن هذه المدرسة، نعم، هو ينقد ذاته يعني وليس ينقد المدرسة بحد ذاته، هل التعامل مع الخطاب الشرعي هناك هو الذي ولد مثل هذا النوع الخطاب؟ هل قصور العلماء في الشرح أم قصور الطلبة في الوصول إلى العلماء؟ هنا أريد أن أبحث عن العلة في ظهور هذا الخطاب المتشدد. يا أستاذ مصطفى، أنا أريد أن أبين شيء. أنت الآن المسلمون كلهم أليس يرجعون إلى القرآن والسنة؟ صحيح. هل العلة في القرآن والسنة أم في فهوم الناس؟ الحق مطلق هنا في الكتاب والسنة مطلق الحق. نعم. فهذه المدارس سواء النجدية أو السلفية هي أقرب ما تكون للحق. هي نشرت العلم وحاربت الشرك ويعني يعني فيها من الخير شيء كثير. لكن جاءت طائفة من الناس اليوم وأخذت فهوما معينة وطبقتها في حالة. لا نستطيع أن نقيم تلك المدرسة بمخرجاتها، لأننا لو فعلنا ذلك سنقيم القرآن والسنة بمخرجاتها. أنا أقول لك أول الصوفية الآن هل يستدلون بالإنجيل والتوراة؟ لا، يستدلون بالكتاب والسنة. الرافضة يستدلون بالكتاب والسنة. الخوارج، كل هذه الملل والفلاسفة هي المخرجات. هي المخرجات، هي المخرجات. العلة في المخرجات وفهوم الناس، سوء الفهم. طيب ما نوع العلاقة بين الخطاب الديني والخطابات الأخرى السياسي وغير ذلك؟ المعادية والله خليه هو بصفة عامة يعني. نعم. هل تكامل أم تزاحم تضاد أي شيء؟ هناك خطاب يتضاد مع الخطاب الديني أو الخطاب الشرعي إن صح التعبير، اللي هو الخطاب الذي يدعو إلى فصل الدين عن الحياة. هذا يعتبر خطاب مضاد للخطاب الشرعي. يعني نحن حينما ندعو إلى تحكيم الشريعة مثلا في الدولة وفي في في حياة الناس في مجتمعهم ويأتي خطاب آخر يناقض هذا الخطاب، فهذا يعتبر خطاب تضاد. أما الخطاب السياسي فهو لا تضاد، هو خطاب تكاملي. لا تخلو السياسة من قول الله ورسوله إطلاقا. يعني. لا سياسة، كل السياسة التي نتكلم عنها، نحن نتكلم عن مجتمع مسلم لا وهو ليبيا، لا نتكلم بعيدا، نحن ينبغي ألا يخرج لا الخطاب العسكري ولا الخطاب الإعلامي ولا الخطاب السياسي عن مفهوم الشريعة. طيب السياسة والإعلام والاقتصاد والهندسة والعسكرية هذه كلها تحتاج إلى تخصص، وبالتالي قد يغيب هذا التخصص عن العالم الشرعي، عن كثير من طلاب العلم في الشريعة، وهنا يحصل الخلل. هنا نقطة مهمة يثيرها خصوم الشريعة. العالم الشرعي أو الخطاب الشرعي لا يدخل في تخصصات الناس. يعني أنت اليوم حينما أن تريد أن تصنع آلة، لا يأتي العالم بالشرع يقول لك يعني لماذا جعلت هذا المحرك ولا تضع هذا، ولماذا لا تضع فولت بكذا وقوة محرك بنوع كذا. لا يدخل في هذا. هو يقول لك اشرح لي هذه الآية كيف صنعت وما هي مخرجاتها وماذا ستفعل. تقول له هذه الآلة تكشف عن عورات الناس مثلا، يقول لك لا، هذا مخرج يخالف الشريعة. نعم. غيره، هذه فقط. أما الآلة لا يدخل في تفاصيلها، وكذلك الهندسة والطب والمعمار ونحو ذلك. العالم يعطي الإطار العام الذي لا تنتهك فيه حرمة من حرماتنا. طيب لأكون أكثر دقة معك، الموقف السياسي الذي يخرج للعامة أو في المشهد السياسي وينظر إليه العالم الشرعي من زاوية أو صاحب الخطاب الشرعي من زاوية، السياسي يقول أنا أفقه من العالم السياسي في حيثيات هذا الأمر، والشرعي يقول أنا أنطلق من زاوية شرعية، وهنا يحدث الخلل. الآن أيهما أولى بالكلام؟ هو الأولى أن يكون العالم بالشريعة فقيها بهذه الحادثة على وجه التحديد. وأنا ضربت لك مثال قبل قليل بالحوار. أنا لا يأتي عالم اليوم في علماء الشريعة يقول الحوار حرام، هذا لا يجوز، أو مثلا القتال الدائر في بنغازي حرام. لا، لابد أن تفهم ما هو حقيقة القتال. يعني أنا أريد أن أقول لك وجوابا على سؤالك، أيعقل بربك أن يتكلم كاتب أو مصور أو مغني في أحداث تسال فيها الدماء وتهدم فيها البيوت ويعني تقطع فيها الأرزاق، ولا يجوز لعالم قد أمضى حياته في 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 حكم الله في شريعة الله لا يقال له لا أنت متخصص في الحلال والحرام؟ وقد قيل كثيرا. نعم. فأنا أريد أن أقول حتى العالم نفسه لابد أن يعرف الواقع الذي يجري في كل مكان. أنت لا تقول هذا حلال وهذا حرام حتى تعرف ما الذي يجري، وهذا شغل المؤسسة الرسمية، شغل المؤسسة، ولها أن تستعين. يعني أنا قد لا أفقه بمجالات الاقتصاد، نأتي بخبراء في القانون في 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 نعم. في الاقتصاد في كذا، نقول لهم اشرحوا. طيب. لي الحوار دقيقة بالله، من المحاورين؟ ما هي كيف أسست الأمم المتحدة؟ ما هي صنيعها في الدول الأخرى؟ تأتي بواقع كله ثم تقول هذا حلال وهذا حرام. طيب أستأذنك للخروج لهذا الفاصل الأخير، كذلك أستاذ المشاهدين نخرج لهذا الفاصل الأخير وبعده نواصل بإذن الله. حياكم الله مجددا، وأهلا بكم في هذا الجزء الثالث مع الدكتور علي إسباعي. دكتور، يعني قبل أن أنتهي من قبل أن ننتهي من هذا الفاصل الذي كنا فيه، كنت تتحدث عن
فئة شدت وغلت في مسألة الحوار. طيب لكن هؤلاء يرمون خصومهم بالإرجاء وخصومهم يعني يرمونهم بالتمييع، ما مصداقية هذا الأمر يعني؟ وهل فيه نوع من الحق على الأقل؟ هو كما ذكرنا فيما يتعلق بداعش أو الدولة الإسلامية المسمى الدولة الإسلامية أنها لا تنظر إلى الواقع ولا المعطيات ولا أمم متحدة ولا القوى الغربية ولا القوى الداخلية ولا تنظر إلى شيء، كتاب والسنة وتنفيذ، ولو قاتلت العالم كله هناك فئة أخرى تقابل هذا التيار، ألا وهي تأتي المهم يرضى الغرب، المهم يرضى الأمم المتحدة الإسلامية، طبعا تنسب نفسها إلى مرجعية إسلامية، فتأتي على التوابت وتأتي على، وهذا مقصود الحلقة هنا، لا توابت 17 فبراير ولا دماء الشهداء معتبرة ولا كذا، كله اجتهادات، نحن نريد الحوار، لملمة الوطن. طيب ما دامت هي إسلامية هل تفعله اجتهادا أم عمالة؟ قطعا يعني هم ينسبون هذا إلى مرجعية إسلامية، لكن لا أريد أن أتكلم عن أفراد، أنا الأفراد هذا لا نتكلم عن أفراد، إيه لكن على تيار هي تنسب. أنا ذكر داعش يعني، لكن لا أنت ذكر داعش وبالتالي حاجون الثانيين يقول لماذا لم تذكر. لا نقصد أن لا في وسط هذا التيار قد يكون هناك أناس مرتبطون عمالة أو شيء، ليس هذا موضوعي، لكن هم ينطلقون أيضا من مرجعيات إسلامية، لكن هذه المرجعيات تعتمد اعتمادا كبيرا على صح التعبير فقه التيسير أو ما أدري يعني، يطلقون شيء هم يأتون على التوابت، لا توابت، أدخل الانقلابيين معك في الحكومة، جيب حفتر يحكم معك. طيب ألا ترى أنه في أقصى الاحتمالات وأسوأ الاحتمالات هو اجتهاد خاطئ، وهم يدخلون هذا في باب المتغيرات يعني؟ أنا الحقيقة باب الاجتهاد هذا باب دخله كله، أنا قلت لك حتى المغنين مع احترامنا لطبقات المجتمع كلهم يعني تجد المصور والمغني والإعلامي والكذا يتكلم في قضايا الدماء والأعراض ونحو ذلك. أما الاجتهاد الذي المراد هنا بالخطاب الديني الاجتهاد هو هذا ليس إلا للأفداد من أهل العلم، ليس حتى للعلماء العاديين أو طلاب العلم أو الخطباء، للناس التي أمضت حياتها في العلم في قواعد العلماء والفقه بما يقول وما يجري في الأرض، هذا إنزال تلك القواعد وتلك الأحكام على فقه دقيق بما يجري في الأرض. يقول لك أليس مسألة الحوار ومسألة انضمام هؤلاء الأطراف التي أنت ذكرتهم وانتقال إليهم وتقريب إليهم، أليس هذا من المتغيرات كما الثورة عندك يعني؟ أنا قلت لك أن هناك توابت لابد أن ينطلق منها الإنسان، وهناك متغيرات هنا هذه التوابت، يعني أنت الآن على سبيل المثال يعني لما تأتي بسفاح قد أحرق الحرث والنسل ثم تعطيه الشرعية، هذه قد أتيت على ثابت من التوابت، أنت أعطيت لسفاح من السفاحين شرعية وتقول له تعالى وانضم إلى الدولة وتصبح عندك شرعية وتستورد السلاح لمزيد من القتل، أنت أتيت على ثابت من التوابت وهدمته بهذا المفهوم. طيب الخاطئ. طيب على كل حال هننتقل الآن لسؤال آخر، بما نتحدث عن الطرفين الآن، ألا ترى أن الخطاب الديني في ليبيا لم ينضج بعد وليس في مستوى التحديات؟ في جملته نعم، في جملته نعم، لأن الحقيقة هو الخطاب الديني أو الخطاب الشرعي إما أن ينهض بي 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 بالشعوب وبالأمم ويدفع بها إلى الأمام كما وقعت في الفتوى الشهيرة في 17 فبراير من المفتي حفظه الله، ويذكر الناس هذا جيدا، كيف أنها أعطت هذه الفتوى زخما وقوة ودفعا، حققت انتصارات باهرة، خرجت المدن بسبب هذه الفتوى. وإما أن يحدث هذا الخطاب الديني أو الخطاب إرباكا شديدا وسفكا للدماء وتناحرا وقتلا كما يجري. طيب دكتور بما أنك انتقدت هذين الطرفين، أنا حتى البعض ينتقد حتى خطاب دار الإفتاء بحد ذاته يعني، ويرى أنه سيس كل شيء ودخل في كل شيء، يعني هل في هذه الخمس سنوات دار الإفتاء لم تخطئ أبدا؟ لا نقول. هل في هذه الخمس سنوات يعني المفتي في نهاية الأمر يعني هو بشر وعلماء ليبيا لم يخطئوا في اتخاذ الفتاوى، والبعض ينسب إليهم ما حدث يعني، أنا أنقل الآن. لا من حق الناس أن تقول هذا، نحن دائما هناك طرفين ووسط، بعض الناس يجعل من دار كل ما يخرج من دار الإفتاء فهو مقدسا، وهذا شيء يعني لا يقبله عاقل ولا يقبله إنسان عنده ذرة من التفكير، وهناك وهذا التيار الخطير يقول لك يا أخي الآن دار الإفتاء صارت طرفا في الصراع وهي الآن تريد أن تحاول أن هكذا، هذا هو الباطل، إسقاط دار الإفتاء وإخراج دار الإفتاء الآن ليست طرفا في الصراع. لا سأقول لك شيء، هناك تيار عريض وكبير
يريد إخراج دار الإفتاء من هذا مما يجري اليوم، لأن الناس لم تعتاد على أن الخطاب الديني يدخل في الحلال والحرام والقتال والسياسة والاقتصاد. هذا جديد على الناس، ودار الإفتاء في ليبيا تعتبر رائدة في هذا المجال، لأن حتى في الدول الأخرى كثير من دار الإفتاء وهيئات العلماء ونحو ذلك شيئا رمزيا تتبع الدولة في 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 سياساتها. أما دار الإفتاء فهي هنا في ليبيا على وجه التحديد، وأنا لا أقدس أحدا ولا أعصم أحدا من الخطأ، لكني أقول شهادة الحق، دار الإفتاء خالفت الجميع، حتى المؤتمر وقفت له في عدة مرات، والحكومات التي المتتالية كلها وقفت لهم وخالفتهم في كثير من المسائل، والمدن والمصراتة والزنتان ويمين ويسار كل وافقتهم في أشياء وخالفت في أشياء. فهي لا تقف مع أحد على طول الطريق، لو وقفت مع جهة معينة تقول أنا مع هؤلاء إلى النهاية نقول ربما هنا يعني دار الإفتاء مسيسة أو يعني لكنها تجتهد تخطي وتصيب، تجتهد وتصيب تخطي وتصيب، لكنها لا تجامل أحد ولا تداهن أحد، خالفت كثير من الناس مما لا، حتى في مصراتة في كثير من الآن تنسب دار بعض الناس ينسب دار الإفتاء لأنها مدعومة من مصراتة أو نحو ذلك، والأمر ليس كذا، خالفت في مصراتة في كثير، آخرها ما قامت به كتيبة اللواء الحلبوس في ورشة وتحدث المفتي في هذا كثيرا في يعني الأخير. هذا لمن كان له عقل يدرك أن دار الإفتاء مستقلة تمام الاستقلال. طيب. الآن ذكرت وهذه اجتهادات فيها من الصواب وفيها من الخطأ، لكن صوابها أكثر من يعني خطأها بكثير. أنا أخرج من هذا أنها ليست لها دار الإفتاء قداسة وأن أبداً. ليس لها عصمة. أبدا لا يقول بهذا، ولا يقول حتى المفتي نفسه يقول بهذا، لا يقول هذا إطلاقا. ويجب أن تقبل النقد. النقد المبني على أصول وقواعد علمية. أما تقول لي لماذا أباحت هنا ولماذا تعال اجلس معها ورد عليهم الحجة. ومن يكون النقد؟ يكون ممن لديه الحجة والدليل. طيب. أما تقف في الإعلام وتقول الإفتاء دارت وفعلت هذا ما لا يقبله. أنا ما أقول هذا. أنا أقول من تنقل قولي. طيب. أنت وافقت الآن أن هذا الخطاب لم ينضج. نعم. طيب ما هي سبل النهوض بهذا الخطاب الديني؟ الحقيقة أكبر سبيل للنهوض بالخطاب الديني هو الاجتماع على كلمة سواء. أن يجتمع الخطاب الديني، لأن الناس عامة ما يعرفون هذا يحلل حلالا وهذا يحرم حراما وهذا يفتي بقتل هؤلاء وهذا يكفر الدولة وهذا يراها ولي أمر وهذا يرى يعني هذا مبتدعا وهذا يراه ضالا. هذه الربكة في 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 الخطاب الديني أو في الخطاب الشرعي هو من أكبر الأسباب التي تجعل نفور وصدود من الناس تجاه الخطاب الشرعي. فالأصل في الناس أن يتقوا الله ممن يتكلم بقال الله وقال الرسول، أن يجتمعوا على كلمة سواء. هل يمكن حصول هذا؟ وهل يمكن أن يتجاوز الناس هذه الاختلافات واقعا؟ واقعا الناس تعود إلى أهوائها، كل يرى نفسه على الحق المبين الذي في أقصى اليمين، ممن يرى كفر الدولة وردة الناس، وممن يرى أنه متسامح لأبعد الحدود، هو لا يقبل إلا نفسه. ولذلك بعض التيارات الآن لا تقبل النقد إطلاقا، حتى مسائل التي يعني فيها نظر مثل الحوار الآن حينما تنتقده يقول لك يا أخي أنت من تكون وأنت ضد مصطفى. دعنا من التكفيرين الذين كفروا الناس وإن كنا نأمل حقيقة رجوعهم إلى الحق والصواب، من أدنى منهم ألا يتصور اجتماعهم على الأقل على هذا المساء؟ هذا العقل والمنطق والديانة قبل ذلك تقول بأننا يجب أن نلتف حول علمائنا، نبحث ليبيا كم فيها من عالم اليوم ونجتمع حولهم. طيب أنت تحدثت على هذا، أنا أضرب لك مثالا يعني أشاهد، وهالعلماء أنا أمامي قد يستمعون. كان عندنا هيئة علماء ليبيا وعندنا رابط علماء ليبيا والصراع اللي صاير بيناتهم. نعم. هذه مشهورة. وعندنا الجمعية الليبية للعلوم الكتابية والسنة، وعندنا حزب الأصالة، وعندنا الإخوان المسلمين، وعندنا غيرهم. نعم. هؤلاء يعني إبان الثورة حدث هناك تصادم كبير بين هؤلاء. نعم. كلهم ومشهور جدا. أسأل سؤالي، هل الواجب الآن أن ينحصر الخطاب الديني في مؤسسة واحدة تفادي للخلافات التي صارت بعد الثورة؟ أنا الذي أقوله إذا أردنا أن 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 نقدم شيء لبلادنا يجب أن ينحصر في 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 شيء واحد. أنا أريد أن أعطيك مثال واحد. في شيء واحد ماذا؟ لا أقول شيء واحد. أعطني مثالا ممن اختلف فيه الناس حتى نرى الآن أمام الناس أمام المشاهدين أين الصواب والخطأ. أعطيني أي مسألة. مسألة الكرامة مثلا. هناك مسائل كثيرة. الكرامة مثلا. الثورة بحد ذاتها. لا خلينا نتكلم عن الكرامة. طيب الكرامة. الكرامة لأنها شيء مشهور اختلف الآن، تقول لي الرابطة هنا والعلماء هنا والأشياء. الرابطة رئيسها معروف موقفها، لكن الرابطة لا نتحدث. إيه؟ لكن هناك أمور أخرى يعني لا نتحدث. كل الأمور التي تريد أن تذكرها أنا لست عالما، لكن بكل يسر يستطيع الإنسان يبصر الحق من الباطل. لكن هناك أنفة، هناك عدم اجتماع. أنا جلست مع الشيخ حمزة هنا وحدثني عن واقع مريض أن هؤلاء طلبة العلم، وكان شغيت والشيخ عمر، كثير من طلبة العلم لا يريدون الاجتماع مع بعضهم البعض لتجديد معالم الخطاب الديني وتوحيد معالم الخطاب الديني. فالعلة إذن في عدم وصولنا إلى كلمة سواء هم أهل الخطاب الديني. يا أستاذ مصطفى، أنا لست مسؤولا عن العلماء الأجلاء وهؤلاء علماؤنا، ولا نستطيع أن نقول ما في أنفسهم من أشياء، لكن أنا أريد أن أقول لك
نظريا ما الذي يجب أن يكون؟ نظريا يجب أن يكون. الآن لا نريد أن نتكلم عن المذهب المالكي أو الحنفي أو قضايا الحلال والحرام، ليس هكذا. نحن نريد أن نتكلم عن عصمة الدم المسلم، نحن نريد أن نتكلم عن الجيش والشرطة. خلي الخطاب الديني يتوحد في القضايا. لا أنا فقط تريد هذا شيء، تريد الخطاب الديني يتوحد في مؤسسة واحدة أو على كلمة واحدة؟ على كلمة واحدة. مؤسسة واحدة. الأفضل أن يكون على مؤسسة واحدة. طيب. لكن حتى لو كانوا علماء مستقلين في بيوتهم يجب أن يكون عندهم خطاب في دقيقة بالله دي مهمة. طيب. في التوابت في شيء واضح زي الشمس. طيب هل ولوج زهق النفوس؟ طيب. يعني هل ولوج؟ سؤال آخر. هذه نقطة لو تركني. لا هو تحدث عنها بشكل. لا لأن هذه شيء مهم. يعني لماذا نترك المفتي الوحيد الذي يتكلم عن حرمة الحرابة وحرمة كذا حتى يقال له أنت تعادي في كذا؟ لماذا لا يجتمع العلماء؟ هو السؤال لهم الآن. هل ولوج أهل الخطاب الديني لعل حضرتك منهم يعني إلى اللعبة السياسية كان خطأ ولماذا؟ لكن دعنا نقول كان خطأ أم لا؟ ليس خطا لمن اراد ان يدخل. يعني انت لما تقول لي اللعبه السياسيه ما في شيء اسمه لعبه سياسيه، يعني الوقت ليس بأوانه يقول بعض. لا اللعبه ما في شيء لعبه سياسية. انت اللعبه السياسيه اللي تريد ان تتركها، انت تريد ان تترك ناس يتحكمون في دمائي واعراضي واموال الناس. فكيف هذه تترك لهؤلاء؟ تقول يذهب درس الناس القران واترك هؤلاء يعبثون. طيب هل كانت تجربه ناجحه دكتور؟ بغض النظر ناجحه او فاشله هذا ليس الاوان تقييمها. هي المقدمه الناجحه تؤدي الى نتيجه ناجحه. لا انا اقول لك انا لا اريد ان اتكلم عن نفسي او عن فلان او المفتي او كذا. لا خليني اقول لك شيء. دخول من كان قادرا للصراع السياسي هو الصراع كالصراع العسكري. يعني انا لا تقول لي اذهب وفتي لهؤلاء التوار بالقتال ويتبعون دمام، ثم لم تأتي تمرة تقول له يا فلان الذي تدعو إلى إقصاء الشريعة خذها هنيئا مريان. هذا لا يقول به عاقل إطلاقا. أنا لا يجب أن الذي يبذل دمه هنا أن أحفظ ما بذل من أجله دمه هناك. طيب أخيرا ما هو واجب الوقت الآن من منظور إسلامي لإكمال مسيرة الثورة وبناء الدولة في دقيقة؟ في دقيقة واحدة. أنا أدعو علمائنا وأفاضلنا أن يعني يكون لهم خطابا دينيا مواكبا لما يجري اليوم، وأن يوحدوا هذا الخطاب لأن الناس لا زالت فيها بقية خير، وتعظم الشريعة وتعظم يعني أقوال العلماء إذا اتحدوا وصدر منهم خطابا يلامس واقعهم. نعم. لا خطابا يسبح في الفضاء. إذا خرج منهم خطاب يلامس حاجة الناس ويلامس يعني دين الناس سيكون له بالغ الأثر وسيجمع طيب. الجميع على هذا الحال. الدكتور علي السباعي الباحث والكاتب الكريم شكرا حضورك معنا. أستاذ المشاهدون تكامل الدقائق هذه الحلقة، ولكل من جاء اسمه أو منهجه حق الرد في حلقة تالية. ملتقنا بإذن الله الأسبوع القادم إن قدر الله البقاء واللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.